إلى العلمين الجديدة وفعاليات المهرجان الأهم في الشرق الأوسط وآخر الاستعدادات لحفل الختام، كلنا منتظرينه. يعني أكيد هيكون في أيضا مفاجآت، وأكيد هيكون في جمال خاص بيه. تعالوا نعرف التفاصيل من زميلتنا شرمندة الدسوقي من هناك من العلمين الجديدة. صباح الفل يا شرمندة. صباح الفل والطاقة والحب والسعادة يا هبة، وصباح الفل على كل مشاهدي 8 الصبح من كل مكان، من مدينة العالمين الجديدة، مدينة الإبهار ومدينة السحر والجمال. يعني للأسف يوم واحد بيفصلنا عن ختام الحدث الأكبر والأضخم، وهو مهرجان العالمين الجديدة 2024 في نسخته الثانية على التوالي تحت شعار العالم عالمين. يعني الصراحة قضينا أكتر من شهر ونص في وسط عدد كبير جدا من الأجندة الثرية المختلفة المتنوعة، في وسط عدد كبير جدا من الرسائل الهامة اللي كان بيحملها مهرجان العالمين في نسخته الثانية. كان أهمها وأولها هو رسالة التنوع في كل فعالياته واختلافها وإبهاره، سواء من الفعاليات الفنية أو الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية أو حتى حفلات الويك أند اللي كانت بتبقى موجودة على مسرح اليو أرينا، فيها ألمع النجوم المصريين وكمان النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي. كانت الرسالة هي التنوع لإرضاء كل الأذواق من رواد المهرجان أو كل ساكني منطقة الساحل الشمالي أو كل الناس اللي جاية تتفرج على مهرجان العالمين من مختلف أنحاء الوطن العربي أو كمان من مختلف أنحاء العالم، وتحديدا كمان من قارة أفريقيا. إرضاء كل الأذواق مختلف المراحل العمرية، كل الفئات العمرية، كل الناس كانت داخل مدينة العالمين مبسوطة ومنبهرة بكل الفعاليات اللي كان بيقدمها المهرجان. وصلنا يا هبة للمحطة الأخيرة من قطار كان كله إبهار وكله فعاليات متنوعة في أكتر من مكان من أبرز المعالم المختلفة داخل مدينة العالمين، سواء من اليو أرينا، اليو ثياتر، الممشى السياحي، النورث سكوير، وكمان المسرح الروماني، واحد من أهم المسارح اللي بني خصيصا عشان خاطر يتعرض عليه اهم العروض الفنيه والثقافيه والتراثيه ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديده. خليني قبل ما اقول لك الاستعدادات للختام بكره، لكن عندنا عدد كبير جدا من الفعاليات اللي بيتم انتهائها وختامها النهارده على مدار اليوم، سواء من فعاليات رياضيه داخل المنطقه الترفيهيه والشاطئيه ومنطقه الالعاب، وهي الفعاليه الاهم اللي بالتعاون بين وزاره التعليم العالي وبين وزاره التربيه والتعليم والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في بطوله الحريف، وهي بطوله الاطفال تحت سن ال 15 في مشاركة كمان زيارة اليوم الواحد من كل الوفود، سواء من الوفود الطلاب من الجامعات أو المدارس، المشاركة في كل الألعاب الرياضية داخل الملاعب سواء كرة القدم، الطايرة، السلة. كمان هيختم معانا كمان معرض الأسرة المصرية اللي كان موجود معانا على مدار النص الثاني من فعاليات المهرجان في الشهر الثاني من فعالياته، اللي كان تحت شعار منتجات مصرية 100% في وسط عدد كبير جدا من العارضين اللي كانوا بيعرضوا منتجات مهمة جدا داخل مدينة العالمين، كانت بترضي كل أذواق رواد المهرجان بأسعار في متناول كل الجميع وكمان بترضي كل الفئات العمرية. كمان عندنا وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتختم اليوم كل عروضها الفنية والثقافية والتراثية اللي كانت موجودة طوال الشهرين داخل الفعاليات، سواء على الممشى السياحي على مدار الأيام الفعاليات أو داخل منطقة الألعاب والمنطقة الترفيهية والتراثية. كمان ختمنا واحدة من أهم المسرحيات بمشاركة طلاب الجامعة على مسرح اليو ثياتر امبارح، وهي مسرحية بعنوان عريس البحر، وصراحة كانت مبهرة جدا لانها كانت بمشاركه عدد كبير جدا من الطلاب اللي بيشاركوا لاول مره لعرض مسرحي على مسرح مدينه العالمين، وصراحه كنا مبسوطين جدا معاهم واحنا بنسمع كل احلامهم وامنياتهم، وكمان ان هم كانت اول زياره ليهم داخل مدينه العالمين. يعني زي ما قلت لك هي عدد كبير جدا من الفعاليات هنتم وداعها النهارده، لكن خليني اقول لك انه مدينه العالمين والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بتعمل على قدم وساق استعدادا لختام الحدث الاكبر والاضخم، وهو مهرجان العالمين الجديده 2024. عندنا عدد كبير جدا من مفاجآت للختام، مش بس حفلة نجم الراب ويجز اللي هتبقى موجودة معانا على مسرح اليو أرينا اللي كل الناس بتستناها طبعا من كل أنحاء العالم، لكن عندنا كمان عدد كبير جدا من الفعاليات المهمة. يمكن زي ما قلتي بدأت معانا امبارح واحدة من أهم الفعاليات اللي كانت موجودة بتلعلع في سماء مدينة العالمين الجديدة، وهي عروض القوات الجوية، لكن خليني أحكي لك عنها أكتر لأن العرض الأساسي بتاعها هيكون موجود معانا النهاردة الساعة 6 مساء، وهنختمه برضو كمان النهاردة حوالي الساعة 7 مساء، وهو بمشاركة عروض القوات الجوية بفريق من نجوم الفضية، وزي ما بيقولوا هنا عليه رواد المهرجان هو نجوم فضية في حدث ذهبي موجود في خلال العروض الجوية بالمشاركة مع القوات الجوية السعودية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار 30 دقيقة أو 40 دقيقة حوالي. هيكون معانا عدد كبير جدا من الطيارات، حوالي 9 طيارات هتبقى موجودة في سماء مدينة العالمين، فيها عروض أكتر من اللي شفناها امبارح، وصراحة كنا مبسوطين بيها جدا لأنها عروض مبهرة بتحمل عدد كبير جدا من الرسائل المهمة. أما بالنسبة لبكرة
يوم الجمعة، وهو حفل الختام يوم 30/8. زي ما قلت لحضراتكم هيكون معانا نجم الراب ويجز، لكن كمان هيكون معانا عدد كبير جدا من الحفلات اللي هتبقى موجودة في أكتر من مكان مختلف. كانت حريصة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن حفل الختام يبقى مختلف السنة دي في نسخته الثانية. هيبقى عندنا حفلة تراثية وثقافية وفولكلور شعبي داخل منطقة الترفيه وداخل المنطقة الشاطئية. في نفس التوقيت هيبقى عندنا حفلة كمان داخل مسرح اليو أرينا، هيبقى موجود فيه عدد كبير جدا من رواد المهرجان وعدد كبير جدا من زوار ونجوم وضيوفه اللي كانت موجودة معانا على خلال الشهرين أو الشهر ونص تقريبا لفعاليات المهرجان. كمان هيبقى معانا زي ما قلت لكم على في اليو أرينا نجم الراب ويجز، وكمان على الممشى السياحي عندنا عدد كبير جدا من الاحتفالات والفاير ووركس. يعني عندنا عدد كبير جدا من الاحتفالات في أكتر من مكان مش في مكان واحد، يعني ختام مبهر جدا. هيكون عندنا عدد كبير جدا من الحفلات اللي هتبقى في نفس الوقت. بصراحة احنا متحمسين جدا لأنه هنحاول إن احنا ننقل لحضراتكم الصورة بشكل مختلف ونتنقل من أكتر من مكان عشان خاطر نحضر كل الفعاليات اللي هتبقى موجودة بكرة معانا، سواء من الفعاليات اللي هيتم ختامها أو كمان من حفل الختام اللي هيبدأ بكرة معانا تقريبا من حوالي الساعة 5 المغرب لحد بالليل طبعا، وهنودع فيه أهم حدث. كنا مستمتعين بيه جدا وكنا متحمسين جدا، ورب نكون نقلنا لحضراتكم تحديدا على شاشة دي ام سي بشكل خاص من نافذة برنامج 8 الصبح كل الأجندة اللي كانت موجودة معانا، مش بس من فعاليات، لا كمان من طاقة وحماس ومن أجواء ومن كمان نقل كل آراء الرواد وكل المواطنين اللي جات لنا وزارتنا مدينة العالمين، واللي كانوا محظوظين أكتر اللي كانوا موجودين في فترة مهرجان العالمين اللي كانوا موجودين معانا، سواء من أجانب سواء من سياح سواء من رواد من مختلف أنحاء الوطن العربي، سواء من المشاركين في الفعاليات أو اللي كانوا موجودين مخصوص علشان خاطر يزوروا واحدة من أهم مدن الجيل الرابع مدينة العالمين الجديدة، وكمان واحد من أهم الأحداث اللي موجودة على مستوى العالم وهو مهرجان العالمين الجديدة. يا رب نكون نقلنا لحضراتكم كل الطاقة، الحماس، الجو، وكمان المناظر الطبيعية والأماكن وأبرزها اللي كانت موجودة والبنية خصيصا السنة دي للنسخة الثانية. وكمان متحمسين جدا إن احنا نحضر حفل الختام اللي قلنا لحضراتكم عليها اللي موجودة بوعي كامل من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عشان خاطر تدي كل الأذواق وفي أكتر من مكان عشان اللي ملحقش مكان يبقى عنده فعالية ختام في مكان تاني، ويبقى كل مدينة العالمين بتحتفل معانا وبنختم وبنودع واحد من أهم الأحداث اللي كنا مستمتعين بيها السنة دي وبنختم بيها معانا فصل الصيف وهو مهرجان العالمين الجديدة. إليكي هبة مرة تانية، ويا رب تكون الناس استمتعت معانا في 8 الصبح خلال تغطيتنا. أشكرك شكرا جزيلا زميلتنا شرمندة الدسوقي من العالمين.